بعد أن رفعت عدد من الدول الحظر الذي كان مفروض على الأونروا في التمويل، هل أصبحت لديكم قدرات أو إمكانيات في حالة القدرة على الدخول أو في حالة القدرة بعمل بشكل آمن؟ هل تتوفر لديكم الإمكانيات الآن؟ العمل بشكل آمن غير موجود صراحة، يعني في كل مناطق قطاع غزة نحن معرضون للخطر كما كل السكان. قتل 191 من زملائنا موظفي الأونروا في قطاع غزة، دمر لنا 169 مبنى ومنشأة، قصف مباشر وقصف غير مباشر. قتل في داخل أماكن الإيواء التابعة لنا التي ترفع أعلام الأمم المتحدة 430 من النازحين، رغم أننا نبلغ الجيش الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات هذه المراكز حتى لا يقولوا لم نكن نعلم وأخطأنا وما إلى ذلك. رغم ذلك لا مكان آمن في قطاع غزة. بالنسبة للتمويل، نعم، عادت معظم الدول للتمويل ما عدا دولتين، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لكن أمريكا كانت تقدم 350 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 30% من ميزانية الأونروا. وحتى الآن نحن لم نستطع سد هذا العجز الكبير في الميزانية. ما لدينا من تمويل يكفي حتى شهر يونيو القادم، وقد يكون الأسابيع الأولى من شهر يوليو. نعم، الاستهداف الأخير الذي حدث في تل السلطان لأحد المخيمات كان بجانبه مخزن للأونروا، هل تم تحذيركم؟ على الإطلاق لم يحدث أبدا أن إسرائيل حذرتنا أنها ستقصف إحدى المقرات أو بجانب المقرات أو في أي مكان. ولكن يعني هذه المنطقة أيضا لم تخبرنا إسرائيل بإخلائها بالمناسبة، وهذا يعطي للناس طبعا إحساس بالأمان أنه بجانب مقر من مقرات الأمم المتحدة المحصنة التي تتمتع بحصانة أقصد وترفع أعلام الأمم المتحدة، ولكن لم يخبرنا أحد بأي شيء. نعم، تحدثت أيضا الأونروا في التقرير بأن المساعدة والحماية أيضا للمواطنين الفلسطينيين أصبح أمرا شبه مستحيل، ما الذي تقصدونه بذلك؟ يعني الوضع أصبح خطير للغاية. القدرة على تقديم المساعدة والحركة وتحرك الشاحنات والموظفين أصبح مستحيلا. هناك حركة نزوح مستمرة في الفراغ، لا مكان بصراحة، يتوجهون إلى أماكن لا يوجد بها لا مياه نظيفة ولا أنظمة صرف صحي، غير مجهزة للحياة يعني على الإطلاق. لذلك في ظل هذه الظروف المعقدة وهذا الضغط الهائل والغير مسبوق، أصبح من الصعب تقديم هذه المساعدات، بل أصبح من المستحيل تماما. أنت لا تعرف لمن وكيف وأين، يعني هناك عملية خلط هائلة. يعني هؤلاء الناس تم تدويرهم 6 مرات، خرجوا من الشمال إلى غزة ومن غزة إلى الوسط، وقالوا لهم اذهبوا إلى خان يونس، وبعد ذلك اذهبوا إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى جنوب الجنوب، واليوم طلبوا منهم الخروج من رفح. يعني هذه الديلاما، يعني هذا المشهد المروع بصراحة لا يمكن السيطرة عليه.